هذا سائل يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ صحيح أنها ليس لها طواف وداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بطواف الوداع بالنسبة للحجاج، كان الناس ينفرون بعد الحج من كل وجه، فأمر صلى الله عليه وسلم ألا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولم يذكر عنه أنه يأمر المعتمرين، وقد اعتمر صلى الله عليه وسلم واعتمر أصحابه، ولم يرد أنه أمرهم بالوداع للعمرة. نعم.